عليكم البنات، كنتمنى تكونوا مزيان، تكونوا دائما في احسن حال، اموركم تكون مزيانه ان شاء الله. مرحبا بكم في قناه مريم المتنوعه. اليوم ان شاء الله بغيت نقدم لكم واحد الصباغه شبه طبيعيه، يعني ماشي 100% طبيعيه، واحد 90% داخلين فيها المواد الطبيعيه، باللون البني العسلي، كيخرج لون رائع. بقوا معايا شوفوا المكونات. بالنسبه للمكونات، اول حاجه كنحتاجوا الماء، الاكسجين معروف بالديكاباج، النمره 9، يعني هاد ماء الاكسجين اقل ضرر بكثير من الصباغه الكيماويه. غادي ندير معاه مواد طبيعيه اللي غادي تحمي لنا الشعر ديالنا. عندنا صفار بيضه واحده، معلقة كبيرة ديال قهوة سريعة الذوبان، معلقة صغيرة ديال الكاكاو المر، جوج معالق كبار زيت الزيتون. هاد المكونات بالنسبة للشعر يعني كيكون قصير جدا، ولا المنطقة الأمامية اللي الشعر ديالو طويل يضاعف المكونات. نبداو على بركة الله. أول حاجة كنجيب إناء، غادي نضيف قهوة سريعة الذوبان مع الكاكاو المر. كنستعمل الكاكاو المر في الصباغة باللون البني باش كيثبت لنا اللون وزوين الشعر ديالنا. غادي نضيف صفار بيضة واحدة، وغادي نضيف ماء الأكسجين. بالنسبة لماء الأكسجين، أنا هنا غادي ندير تقريبا واحد 3 معالق صغار ونصف، باش هاد الصباغة غادي نستعملها غير المنطقة الأمامية. بالنسبة للبنات للشعر ديالهم يعني طويل والشعر ديالهم كثيف، يديروها كاملة. وغادي نضيف زيت الزيتون، وغادي نمزج هاد المكونات ديالي جيدا حتى نحصل على واحد القوام بحال الصباغة الكيماوية. وهاد البيض وزيت الزيتون ما غيخليش الاكسجين ياثر على شعركم. هاد الكميه هادي ما غاديش تكفي البنات اللي باغيين يصبغوا الشعر ديالهم باكمله، يعني والبنات اللي الشعر ديالهم طويل والبنات اللي الشعر ديالهم يعني قوي، يضاعفوا المكونات باش تقدكم هاد الصباغه هادي. هاد الكميه كتكفي غير المنطقه الاماميه باش نغطيو الشيب، ولا البنات اللي الشعر ديالهم يعني قصير جدا تقدهم هاد الكميه هادي. بالنسبه لطريقه الاستعمال، كنطبقوا هاد الصباغه هادي على الشعر ديالنا، يكون نظيف ما يكونش متسخ باش الوصفه كتنجح لينا. كنطبقوها على الشعر ديالنا من الجذور الى الاطراف، ومركزوا جيدا على المنطقه اللي فيها الشيب، كنملؤوها جيدا، وكنغطيو الشعر ديالنا بواحد الغطاء بلاستيكي ولا شي زيف، وكنخليوها المده ما بين 4 الى 6 ساعات. هاد الوصفه هذه ما كنبيتوهاش في الشعر ديالنا نهائيا، تحقش فيها ماء الاكسجين. من كتكون شي وصفه يعني فيها غير الحناء عادي نبيتوها في الشعر ديالنا، هاد الوصفه هادي ما نبيتوهاش. وكنغسلوا الشعر ديالنا عادي بالشامبوان وبالبلسم اللي كنستعملوا، وديك الساعه من كينشف لنا الشعر ديالنا كنشوفوا اللون كيفاش خرج، كيخرج لنا واحد اللون بني رائع. بالنسبه للبنات اللي الشعر ديالهم اسود داكن، يعني من الاحسن يديروا وصفات لتفتيح لون الشعر، باش الا داروا بحال هاد الوصفات كيخرجوا لهم من اول استعمال، ولا يبقاو يعني يديروا هاد الوصفه ويبقاو كل اسبوع يعاودوها باش يخرج لهم اللون. وبالنسبه للبنات اللي الشعر ديالهم فاتح، يعني راه كتخرج لهم من اول استعمال، وهاد الصباغه هذه يعني شبه طبيعيه، كتخرج من اول استعمال وكيخرج لنا واحد اللون بني رائع، واحد اللون عسلي غزال. كنتمنى تجربوا هاد الصباغه هذه وتلقاو النتيجه اللي تعجبكم. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم اخواتي، ما تنساوش تدعموني، ديروا اشتراك وفعلوا الجرس باش توصلوا باي جديد، ديروا لايك وخليوا تعليق
الى فيديو اخر ان شاء الله. مع السلامة.